تلاميذ السنة السادسة، أهلا بكم في درس جديد من دروس الرياضيات للسنة السادسة ابتدائي. درسنا اليوم في التوازي والتعامل، وبالضبط في الصفحة رقم 16 تمرين 11 ألف. انسخ الشكل على دفتري ثم أحدد طبيعة الرباعي ABCD. A A B A A B C D. نلاحظ أن أضلاع هذا الرباعي المتقابلة متوازية. نلاحظ أنها متوازية. الضلع C D يوازي الضلع A B، والضلع A D ولا D A يوازي الضلع C B أو B C. إذن طبيعة الرباعي ABCD متوازي الأضلاع. هل قطراه متعامدان؟ وعلل جوابي. هل قطراه متعامدان؟ وعلل جوابي. ب نلاحظ أن قطراه غير متعامدان لأنهما لا يكونان زاوية قائمة. القطران هما هذا، هذا القطر وهذا القطر. نلاحظ أنهما لا يكونان زاوية قائمة فيما بينهما، إذن فهما غير متعامدان. علل وعلل جوابي. ب ب قطراه غير متعامدان لأنهما لا يكونان زاوية قائمة. جيم، أعلل لماذا منتصف بي دي والنقطة A وبي وسي مستقيمية. نلاحظ أن منتصف BD هو هذه النقطة، نعطيها مثلا اسم هو A. نلاحظ أن هذه النقط A A و C A و C، وهذه النقطة E التي هي منتصف BD مستقيمية. أعلل. نلاحظ أن متوازي الأضلاع قطراه يلتقيان في نفس المنتصف. أعلل. جيم، نلاحظ أن متوازي الأضلاع قطراه يلتقيان في نفس المنتصف. إذن منتصف القطعة BD وهو منتصف القطعة AC، هو منتصف القطعة AC، وبالتالي فإن منتصف BD
والنقط A و C مستقيمية. مستقيمية. التمرين 12، أنقل على دفتري ثم أنشئ الموازي المستقيم الموازي للسيف والمار من بي. نرسم أولا المستقيم سيف. نرسم المستقيم سيف ثم نرسم المستقيم الموازي للسيف والمار من بي. لكي نرسم المستقيم المار الموازي للسيف والمار من اي لابد لنا أن نستعمل خاصية التعامل. بالنسبة نلاحظ أن هذه ثم نضع المسطرة ثم نذهب بالكوس إلى النقطة بي ثم نرسم هذا المستقيم هو هذا المستقيم المار من بي والموازي لي سي في. ب أرسم ارتفاع المثلث بإس في المار من بي. لكي نرسم هذا الارتفاع لابد أن نرسم أولا المثلث هو هذا ثم نرسم الارتفاع ونعلم أن الارتفاع يكون عموديا. الارتفاع هو هذا يكون يشكل زاوية قائمة مع القطعة أو الضلع المقابل. إذن هو هذا الارتفاع وهذا. التمرين 13، أنقل على دفتري ثم أنشئ المستقيم دي آن. هذا هو الشكل. أنشئ المستقيم دي آن العمودي على الدي. مستقيم دي آن العمودي على الدي والمار من سي. مستقيم دي آه العمودي على الدي والمار من سي. هذه لا تحتاج إلى مجهود كبير وهي هذه. هذا هو المستقيم. أنشئ المستقيم دي آه العمودي على الدي والمار من نقطة سي وهذا المستقيم دي آه. هذا هو دي آه. أنشئ المستقيم دي دو العمودي على الدي والمار من دي. نفس الشكل نفس الشيء. زاوية قائمة هنا ثم نرسم هذا المستقيم. هذا هو المستقيم دي دو. كيف هما المستقيمان دي ان ودي دو؟ أعلل جوابي. المستقيمان دي ان ودي دو هما مستقيمان متوازيان. ولتعليل الجواب نحتاج أن ندخل لهذه الخاصية رقم واحد. المستقيمان العموديان على نفس المستقيم متوازيان. المستقيمان العموديان على نفس المستقيم متوازيان. نلاحظ أن المستقيمان متوازيان والتعليل حسب الخاصية. الخاصية واحد لأن
دئه عمودي على الدي والدي دو عمودي على الدي. إذن دي أ يوازي دي دو. ننتقل إلى التمرين رقم 14. التمرين رقم 14 je produis la figure sur mon cahier. أرسم الشكل على دفتري هذا الشكل. Je trace le point. Je trace la droite perpendiculaire. أرسم المستقيم العمودي على D. Passe par le point B. أرسم المستقيم العمودي على D والمار من B. نفس الشيء هنا زاوية قائمة. زاوية قائمة. ثم نرسم المستقيم العمودي على الدي والمار من بي. وي لا دغوار ريبونديكيلير ا دي بريم. ثم المستقيم العمودي على الدي بريم والمار من نقطة بي. نرسم المستقيم العمودي على دي بريم والمار من بي. وهذا المستقيم هنا زاوية قائمة. افيك مون ريغل افيك ما ريغل غادوي جو ميزير لا ديستانس دي بوان بي على دغوات دي بوي à la droite du prime. Donc, de voici cette administra, ça n'a pas sur le massif. Là, mais ça, طول النقطة B, هذا المستقيم وهذا المستقيم. هنا تقريبا تساوي جوج سنتيمتر. هنا تساوي جوج سنتيمتر. وهنا 1.2 سنتيمتر. 1.2 سنتيمتر. ننتقل الى التمرين رقم 15. Je reproduis la figure sur mon cahier. أرسم الشكل على دفتري. Je trace la droite parallèle à D. نرسم المستقيم الموازي للD. passons par le point B. نرسم المستقيم المار الموازي للD والمار من نقطة B. لكي نرسم هذا المستقيم نحتاج إلى دائما إلى المسطرة والقوس ثم نزيح الكوس حتى نصل إلى النقطة B. هو هذا المستقيم. نعم هو هذا المستقيم الموازي للD والمار من النقطة B. وهذا المستقيم ليس له اسم. الكوب دي بريم أون سي يقطع الدي بريم في النقطة سي. جو تراس لا باراليل دو دي بريم الموازي للدي بريم باس بار بي. كي نرسم هذا المستقيم نحتاج أيضا إلى المسطرة والكوس ثم المسطرة. نزيح الكوس حتى نصل إلى النقطة بي ثم نرسم هذا المستقيم. هذا هو المستقيم. هذا المستقيم الذي يقطع
il coupe D en D. Voilà. J'en déduis que le coordinateur ABCD est un parallélogramme. Parallélogramme متوازي الأضلاع هذا الرباعي A A A A D B C ou la A C A C B D متوازي الأضلاع parallélogramme. وهكذا انتهت حصة اليوم لدروس الرياضيات في التوازي والتعامل وبالضبط تمارين الصفحة 16. نلتقي في درس جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.